ما دلالة حديث وزير الدفاع الإسرائيلي عن مواقع إيرانية سرية في سوريا تنتج أسلحة دقيقة؟ ماذا تريد طهران من وراء بناء مواقع عسكرية سرية في سوريا ودول عربية أخرى؟ إلى أين يقود صراع النفوذ بين تل أبيب وطهران على دول المنطقة؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان مواقع إيرانية سرية في سوريا، ما الحسابات الاستراتيجية؟